سأخبرك ببحث واحد فقط نشر مؤخرا على المجلة الطبية البريطانية. شيء عجيب أنك حتى عندما تتناول قطرة واحدة من الخمر لها أثر، وبخاصة على الأم الحامل. إذا كانت الأم حامل فإن القليل من الخمر يؤثر على دماغ الجنين. والدراسة الثانية تؤكد أن الخمر إذا أدمنت عليه يحدث تغيرات في الشريط الوراثي. هذه التشوهات ماذا تنتج مع الزمن؟ تسبب خللا في نظام عمل الخلايا، وبالتالي فإن الخلايا التي تتكاثر بشكل طبيعي إذا حدث خلل في برمجة تكاثرها فإنها تتطور إلى خلايا سرطانية بسبب الخمر. وبالتالي خرجوا بنتيجة نشرت على المجلة الطبية البريطانية، وقالوا لا داعي حتى أن تستخدم الخمر للعلاج، له فوائد أحيانا للقلب قليلة جدا، ولكن أخطاره المدمرة أكبر بكثير. يعني أنت قد تستفيد منه بشيء بسيط جدا، ولكنه سيدمر الكبد ويؤثر على الدماغ والمنظومة العصبية لدى الإنسان. إذن الحقيقة العلمية تقول حتى القليل من هذه المسكرات يؤثر على الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام بكل بساطة قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أراد لنا الخير، وأراد أن يبعدنا عن الشر، وأراد أن يعطينا معلومة علمية اليوم ثابتة. هم يقولون حتى القليل يؤثر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام.